الخبر الأول يتكلم عن الفنان المصري ومقدم برنامج عرب آيدل محمد كريم، رغم ظهوره الإعلامي القليل ورغم أيضا عدم تواجده على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام بشكل مستمر، محمد كريم تعرض لحملة قوية سخر الجمهور منها أثناء تصويره لفيديوهات والتقاطه للصور سيلفي في أمريكا. طبعا التعليقات كانت الساخرة بشدة على محمد كريم، ومحمد كريم تفاعل مع الموضوع بانفعال قوي، وطبعا تحدث على فئة كبيرة من المجتمع، حيث علق كريم على الفيديوهات الساخرة التي طالت خلال الفترة الأخيرة بعدما قام بنشر مقطع فيديو من هذه المقاطع وعلق عليها قائلا: والله احنا شعب ملوش حل. طبعا محمد كريم مثل ما قلت لك أسيل، ظهوره الإعلامي قليل، وأيضا شفت الفيديو، صدق احنا شعب ملوش حد، يعني ما نرحم أحد، يعني الصراحة تبقى أكيد رأي الجمهور مهم، ومرات يعني حسين الجسمي أكثر شخص شنت عليه حملة بالعالم، المصريين هاجموا، الليبيين هاجموا، العراقيين، والله العراقي، السوريين، يعني ما بقى الدولة بالعالم ما هاجمت حسين الجسمي. هذا حال المشاهير، بطريقة هذا حال المشاهير الفنانين عادة، يعني مسلط عليهم الضوء من كل الفئات، ويفترض على الفنان يتقبل جمهوره برحابة صدر ويرد أيضا بدبلوماسية حتى لا يخسر عدد من جمهوره. والخبر الثاني مشاهدينا يتحدث عن بطلة مسلسل عشق وجزاء، المسلسل التركي اللي شافوه الكثير من الناس، أحد المسلسلات المدبلجة. هذا الخبر يقول: عدسات الباباراتزي تلتقط صور صادمة لنور جول ييشيلجاي. التقطت عدسات الباباراتزي النجمة التركية نور جول ييشيلجاي الشهيرة بياسمين في أحد الظهور لها خلال جولة تسوق لها، وسببت إطلالتها صدمة لمحبيها. نور جول ظهرت بلا مكياج بشكل بدت معه أكبر عمرا، خاصة مع ارتدائها لنظارة طبية. أما المفاجأة فكان الصلع الذي ظهر واضحا على جانب شعرها، وهي الإطلالة التي جعلتها حديث وسائل الإعلام التركية الفنية والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بطلة مسلسل عشق وجزاء لم تجد حرجا في الاعتراف بضعف نظرها قائلة: أعاني من ضعف النظر، بل إنني لا أرى الأشخاص الذين يبتعدوا عني بمسافات طويلة. الباباراتزي مشكلة خصوصا بتركيا صراحة. هي على فكرة يعني الباباراتزي هي مو بس يعني اسم مرتبط بعدسات كاميرا، ولكن هو اسم مرتبط بأشهر عدسات النظارات. النظارات سواء إطار النظارات الطبي بس احنا أو هاي النظارات الشمسية ما موجودة عندنا بالعراق. مال يعني يعني الصحافة تراقب فنان معين أو تلتقط له صورة أو ينتظرون كم يوم يشوفون وين راح وين يجي وياه من التقى، يعني تصير مشاكل يمكن أي، ويمكن بسبب الأوضاع اللي يعني البارحة شفت البودي جارد مال مريم فارس، مريم فارس يعني أكو أحد يفكر يراقبها ما أظن. الخبر الآخر يتكلم عن الفنان اللبناني إيوان. إيوان يحضر لأعمال عديدة وجديدة، لكن في لقاء راديوي مع أحدى الراديوات الموجودة المشهورة بالوطن العربي، إيوان صرح حبه لأحدى الإعلاميات بالوطن العربي، لكن رفض إيوان أن يصرح عن اسم الإعلامية. كذلك يستعد إيوان إلى أعمال جديدة، ألبوم كامل من إنتاج شركة مزيكا، والألبوم سيتضمن 11 أغنية حتكون بها أغاني لبنانية ومصرية، ودائما إيوان يركز على هذه اللونين. حلو، الفنان إيوان صوت جميل، ومؤخرا ابتعد فترة عن إصدار أغاني جديدة ورجع أتصور الإنتاج المصري خف، يعني مزيكا والميلودي قصدك الشركات اللي تتبنى
الفنانين هذول الفنانين ألبومات. فترة من الفترات كان ظهورهم قوي يعني إيوان يعني تتذكرين أتوقع إيوان بدايته احتفظ ضجة صحيح بالضبط صحيح بس أيضا بدايته هي كانت من شركة مصرية يعني شركة ميلودي ومزيكا كانت بداياتهم قوية وكانت منافسة لشركة روتانا بس تبقى حاليا الصدارة أكيد روتانا وبلاتينيوم ريكورد اللي هي المؤسستين خليجية صح بالضبط ومن مشاهدينا ننتقل إلى خبر آخر هذا الخبر يخص الفنانة الجميلة هيا عبد السلام تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير مبهجة وتكشف عن عمرها الحقيقي احتفلت الفنانة الكويتية هيا عبد السلام بعيد ميلادها بطريقة مختلفة ومميزة جدا هيا خضعت لجلسة تصوير مبهجة ظهرت فيها بإطلالة طفولية مرحة حيث ارتدت تيشيرت أسود منقوش برسومات ملونة وجيب باللون الفضي وصبغت شعرها باللون الأحمر وانتعلت حذاء باللون الوردي الفنانة الكويتية قامت بتزيين المكان بالزينة الملونة والبالونات وظهرت وهي تضع طرطور على رأسها وترتدي مزلاج في لقطات احتفالية مرحة هيا كشفت عن عمرها الحقيقي حيث قالت إنها تبلغ من العمر 33 عام لكنها ما زالت تشعر إنها تبلغ 12 عام فقط حيث قالت أنا في 33 لكني أشعر أني في عامي 13 بسبب كل الحب اللي بتحيطوني به بحبكم وأكيد نقولها كل عام وهي بألف خير عيد ميلاد سعيد فنانة جميلة ومرحة هي أنا إيه من محبيها أنا همين يعني دائما أتابعها وأتابع أخبارها هم دائما أكو فنانين يدخلون القلب بسرعة صراحة إلا هي بصمة وأكو فنانين يعني تحسيهم يعني الاصطناع موجود هي بالضبط بكل شيء تحسها تلقائية جدا وعادي صحيح. ولا كأنه هي أمام كاميرا حركاتها وردود أفعالها أغلبية الفنانين الخليجيين هيك يعني هيفاء حسين هم كذلك منتبه عليها شيء ما سبت نفس الموضوع يعني صح. تحسيهم أكثر من الفنانين اللبنانيين عفوية اي بالضبط بالتصرف ويا الناس يعني ورا ما اخذنا اخر اخبار السينما والفن والفنانين وكانت منوعه ومختلفه من كل دوله خبر ومن كل دوله فنان راح نروح الى فاصل غناء